صحيح. عشان كده الأستاذ أحمد عبد الرسول رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته قال خلال ورشة العمل إن التعاون مستمر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرياضي، وإنه بيلقى اهتمام كبير جدا من هيئة الرقابة الإدارية في مصر. أشار إلى أن الحديث عن الفساد الرياضي ربما يكون سهل، ولكن مواجهته وبقوة يحتاج مجهودا كبيرا وتكاتف من الجميع، ويصب في صالح الأجيال القادمة. وأنا عايز أقول لحضراتكم أنه ربما كان من حسن الطالع أنه هذه الورشة في هذا التوقيت بهذا العمل، إحنا بنتكلم على توقيت موسم رياضي جديد بيبدأ، مناخ كروي بيعاد صياغته لأنه إحنا بقت في كيانات خاصة واستثمارية في الدور المصري، شفنا أكتر من تجربة جادة، إن شاء الله تكون جادة وتنجح، لأن ده كله في صالح المسابقة وصالح العملية الرياضية وصالح مصر كلها. فنتمنى تشجيع كل هذه الأندية الجديدة الصغيرة، لكن وفقا لضوابط كاملة من الشفافية المالية ومن الرقابة الإدارية. فما بالك بقى هذا الكلام يأتي في أعقاب لجان تفتيش جادة شكلتها وزارة الشباب والرياضة، ضمت أعضاء من هيئات رقابية وطنية مسؤولة وأخذت صفة الضبطية القضائية. هو ده يدل على الاتحادات والأندية. أما الدولة تاخد خطوة استباقية قبل هذا اليوم العالمي، أيوة. إذا المبادرة جاءت من مصر سابقين، وجدية بالضبط، جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة. نرجو أن تطال نظام الاتحاد المصري، وإن يبتدي تفعل لجانه، تفعل بقى شروط منح التراخيص. ما فيش حاجة اسمها أديك تراخيص كده وانت لا تنطبق عليك الشروط. أنا الأوان بقى يا جماعة نمشي صح، علشان كل الناس هتتشعر بالاطمئنان، تشعر بالفرحة ببطولاتها. ما نديش فرصة للمشككين إن هم يشوهوا كل حاجة بتحصل من إنجازات على أرض مصر، وقد يكون بعضها صحيح وقد يكون معظمها غلط. لكن أحسن حاجة إيه؟ امشي صح، امشي عدل، يحتار عدوك فيك. هذا مبدأ رائع. وما بالك بقى انك انت في توجه عالمي. امشي صح، امشي صح. انت بتقول الدوري المصري 3 مليار، امشي صح هتبقى 5 مليار. امشي صح هتزيد قيمتك. لان ما فيش حد هيلاقح كلام عليك. انت او غيرك. احنا عشنا 4 سنوات في البطولات الافريقية تحديدا من تلقيح الكلام ومن التشكيك في كل بطولة. محدش، من غير ما حد يحاسب حد، من غير ما حد يحاسب حد، من غير يعني البطولات بقت عينك بتتوجه، ما حدش بيتكلم. فانا الاوان ان احنا بقى لا نبتدي على اساس ما حدش يقدر يتكلم فيه. نتمنى انه كمان الاستاذ عمرو الجنايني في اتحاد الكره يتمكن هو الاخر من انجاز الكثير من الجهود في هذا الاتجاه، لانه اعتقد تشكيل رابطه للانديه المحترفه اصبحت ضروره. ما دمنا بنتكلم على مواقف مالية معلنة، على تراخيص أندية محترفة، على فرض معايير الشفافية المالية الكاملة، كل ده هيجي من خلال النسق الحقيقي وهي رابطة للأندية المحترفة، ويبقى كل بس الكلام واحدة بقى. في المعلن هو رابطة للأندية المحترفة مشروط، انك تديلها الصلاحيات انه تدير حقوقها. هو ايه اللي هيفرق بين اتحاد الكورة والرابطة؟ إدارة الحقوق بس، صدقني. أما مسألة تنظيم المسابقات بتاع، هي القصة ما هيفضل الاتحاد مشرف وهيفضل الاتحاد متداخل في هذا الأمر. أنا أخشى إن إحنا نتعامل مع الرابطة إنها تيجي ولا تتمكن من إدارة حقوقها، ومن ثم يبقى جدواها هنعمل زي الفار بالظبط. أدي إحنا جبنا لكم الرابطة، تيجي رابطة رابطة بجد، رابطة نفسها بجد، إدارة في معاييرها القانونية السليمة، علشان فعلا نكون كلنا ماشيين في اتجاه واحد ضد الفساد، بعد ما في شبابيك كتيرة اتفتحت ونوافذ كتيرة، واعتقد النفس العام في الساحة الكروية والرياضية اصبح اكثر نقاءة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل بكرة الدوري، لكن المهم هي سر مكاسب الاهلي ايه؟ بعد الفاصل.